السلام عليكم خوتي، تحياتي كل أبناء وطني الغالي من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، بلا ما ننسى خوتنا اللي في الغربة. موضوع اليوم هو إنجاز بأتم معنى الكلمة، هو تشريف للجزائر، هو تشريف لشخص المدرب والناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي، هو تشريف للجزائر، هو شرف للجزائر، هو شرف للناخب الوطني جمال بلماضي. جمال بلماضي أول مدرب إفريقي وعربي يدخل ضمن 10 أحسن مدربين في العالم. الفيفا اختارت جمال بلماضي ضمن كوكبة من النجوم المدربين العالميين، من بينهم غوارديولا، من بينهم كلوب، من بينهم العديد من الأسماء، من بينهم ديشان المدرب المنتخب الفرنسي والعديد من الأسماء. جمال بلماضي يدخل ضمن قائمة 10 أحسن مدربين في العالم التي اختارتهم طبعا الفيفا. بطبيعة الحال الفيفا دارت تصويت باش تخير أحسن مدربين، أعطت رابط معين، لينك معين باش الناس صوت. الآن دور الجزائريين، لازمنا كامل نصوت، كامل نصوت ونفوطيو على جمال بلماضي. كامل أكثر من 40 مليون جزائري لازم يصوت، لازم يصوت، لأن الرجل هذا جمال بلماضي هو اللي فرح الجزائريين وفرح الشعب الجزائري. لازم نردوا له الجميل، ردوا الجميل لهذا الجزائري الأصيل. باش نردوا له الجميل لازم كامل نفوطيو عليه، نفوطيو على جمال بلماضي. طريقة التصويت نخلي رابط تحت الوصف باش تدخلوا عليه وتصوتوا لجمال بلماضي. اول شيء نهضروا التصويت، لازم رقم واحد جمال بلماضي، اثنين الثاني المدرب الثاني والثالث، مرتبه ثانيه ومرتبه ثالثه. انا بالنسبه لي صوت على مدرب البيرو ونرجعوا الارجنتيني غاياردو ولا واش اسمه. علاش؟ لانك لو تخير غوارديولا ولا كلوب هما عندهم اصوات، عندهم اصوات، زيد دعمهم لما تكون عندهم مرتبه ثانيه وثالثه، تزيد لهم في الاصوات. اذا نخيروا مدربين اللي ما عندهمش اصوات. انا خيرت مدرب المنتخب البيرو هو الثاني. اذا خاوتي وصيكم ونعاود نوصيكم الفوت، لان هذا الانسان يستاهل كل خير، فرح الشعب الجزائري وتحدى صحافه الكاسكروت وقال لهم رايح لكاس افريقيا باش رايح لمصر باش يدي كاس افريقيا. هذا الشخص، هذا الجزائري الاصيل. انا لو جيت انفانتينو، لو جيت انا رئيس الفيفا، ورغم اني مانيش جزائري، الماني ولا اسباني ولا سويسري ولا اي جنسيه، نعطيه احسن مدرب في العالم، نعطيه احسن مدرب في العالم. مش كي عاد جزائري ولا انا جزائري، انا ناحي الجنسيه خلاص، انا الماني ولا سويسري، بالماضي جزائري، ما عندي حتى انتماء الجزائر. نعطيه احسن مدرب في العالم، نعطيكم علاش، لثلاث اسباب. بالماضي اول حاجه جاء انقذ المنتخب من الضياع، منتخب كان ميت محطم مكسر، جاء نخذه. يعني مهمة مدرب والعامل النفسي، هذه الأولى. الحاجة الثانية بالماضي يعمل كماناجر، نعم هو اللي سافر ويقنع اللاعبين ويحاول كيفاش يسوي لهم وضعية تاعهم، هذه اثنين. يعني يعمل مدرب وماناجر ويعمل في نفس الوقت في الاتحادية، هو الشجرة اللي مغطية الغابة، فساد الاتحادية هو اللي مغطيه بإنجازاته. إذا هذا الإنسان أنا كون جيت أنفارتينو نعطيه أحسن. بصح نطالع بعد ما نطالع على الكوارث اللي صارية في الاتحادية واللي ما عندهاش مناجر، نعطيه أحسن مدرب في العالم وقليل عليه، لأن السيد هذا فريد من نوعه. هذا الشخص، هذا الجزائري، هذا الراجل، هذا الجزائري يعمل ثلاث حوايج: مدرب ورئيس اتحادية ومناجر، وش نزيد أكثر من هذا في شخص واحد؟ يستاهل أحسن مدرب وقليل عليه، لأن هذا الشخص ولا هذا الجزائري الأصيل عنده ثلاث مناصب، عنده ثلاث مناصب. هذا يستاهل، قلت له نعاودها: أحسن مدرب في العالم وقليل عليه. هذا هو جمال بلماضي اللي تكبروا عليه،
وقالوا باللي نجيبوه كالكاراز مساعد لالكاراز، وقالوا باللي احنا متمسكين بالكاراز ونوقفوا مع الكاراز، والكاراز راح يدير لنا منتخب قوي بعد ما نحيو اعداء المنتخب اللي هما رياض محرز وسليماني وبن طالب وغلام ومبولحي، هذم كامل اعداء المنتخب كما قالت لاشين تاع النهار، واختطفوا المنتخب هذم اللاعبين، اختطفوا المنتخب، رياض محرز اختطف المنتخب، هذه قناة النهار. المهم ومن بعدها زادوا داروا ثقة في مدرب البلاطوهات الو بورتو ماجر، وقالوا باللي ماجر وهو اللي عيدينا باش نكونوا اللي عدينا لافريقيا ونسيطروا على افريقيا ونعدوا اسياد افريقيا. وكما قالت النهار بطبيعة الحال كوموندوس جزائري لقيادة محاربين الصحراء. انا عميه انا عميه هذه لاشان تحصل شيء وصل شيء، باقي دائما يجدد الثقة في ماجر، وقال لكم ماجر رانا متمسكين به وما نقدروش نبعدوا على ماجر. ولما راح هذه باش سقسيو الناس اللي كانت حاضرة، سقسيو الناس كي نقول الناس يعني الصحفيين اللي ضميره بأنبو ويهدر الصراحة يهدر، واللي شيات يبقى شيات، سقسيو الصحفيين النزهة اللي كانوا في القاهرة وحضروا اجتماع الكاف لما دخل الماجر، كان حاضر كضيف حاضر مع نجوم أفارقة منهم إيطو منهم العديد من النجوم، قولوا له قولوا لنا واش دار صدشي مع ماجر برك، اللي قالوا لكم باللي خلاص وفك الارتباط وباجر خلاص ونحاه صدشي راح يعنق فيه. انا لان ماجر الوحيد اللي ماجر والكاراز اللي يخرجوا على مشروع زطشي، باش تعرفوا باللي زطشي ما جابش بالماضي. سقسيوا الصحفيين الشرفاء اللي راحوا القاهرة وحضروا اجتماع الكاف اللي دينا فيه طريحة وتبهدلها بعد ما فازت ليبيا، ممثل ليبيا على ممثلنا اللي هو رئيس رابطة الهواة، انا مانيش عارف انا هذاك بهلول، اللي من المفروض اي مترشح للمنصب هذاك يكون رئيس اتحادية، لكن لا غالب هذا هو التسيير، هذا هو التسير المحترف اللي عين السونا في روروا. اذا كان يعنق في ماجر، ناس اللي حاضره سقسيوها برك، خاصه الصحفيين الشرفاء مش نحكي على هذوك عارفين الرواح، كان يعنق في ماجر يسلم ويعاود في ماجر اللي دانا في حيط. لو جا زطشي، لو جا زطشي يخمم في الجزائر ويخمم في المنتخب الوطني، ما لقري صح ماجر جزائري نخمس معاه نسلم عليه نجي عاقل، يعنق ويعاود علاش؟ لان ماجر الوحيد ومع الكاراز يخدم مشروع زطشي. ماجر نادم، عفوا زطشي نادم على تفريط في ماجر، ويجي النهار نقول لكم الا بقات هذه الاتحاديه وبقى بالماضي، اذا راح بالماضي بقات هذه الاتحاديه يجي نهار يجيبوا لكم ماجر، ممكن ما يجيبوش ناخب وطني المنتخب الاول، صح ممكن يجيبوا لكم مدرب للشان، مدرب للمنتخب المحلي عادي عادي، ما تجيكمش غريبه اذا بقات الاتحاديه هذه، ما نسبقوش الاحداث، لان اي اتحاديه فاسده تتحاسب، واللي جاب الاتحاديه هذه في السجن يلحقوا اللي جابكم، العصابه حطت هذا من الناس، اذا شيء واضح، اذا بقاو هذه الاتحاديه واذا قدر الله قدر الله بعشر هذا ما نتمناوش يروح بالماضي، راح يجيب لكم مدرب منكم اجنبي، بصح راح يجيب لكم ممكن احتمال كبير كبير جدا يجيب لكم ماجر كناخب وطني للمنتخب المحلي للشان للتحضير للشان، كلش وارد كلش وارد عادي. نرجعوا لموضوعنا باش ما نخش من الموضوع، اذا جبال بالماضي يدخل التاريخ، يدخل التاريخ كاول مدرب جزائري عربي افريقي يترشح لاحسن 10 مدربين في العالم. اذا مجمال بالماضي الكفاءة الجزائرية، جمال بالماضي بيناسيونو اللي يكرهوهم بعض الناس الله يسامحهم على كل حال، بيناسيونو بصح قلبه قلب جزائري وحب بلاده وخدم على بلاده، حنا كواجبنا كجزائريين نردوا الجميل لهذا هذا الجزائري الاصيل، ردوا له الجميل اللي فرحنا وفرح كامل الشعب الجزائري داخل وخارج الوطن، حنا ثاني ايضا لازمنا نوقف معاه
ونصوتوا على جمال بالماضي، نصوتوا مرة وزوج وثلاثة ومية وألف وقليلة فيه. كل أطياف، المرأة، الراجل، الشيخ، الطفل، الشاب، أي إنسان عنده الانترنت ولا يملك وسيلة باش يقدر يفوطي على بالماضي، يفوطي على بالماضي، لأن بالماضي قلتها ونعودها إنسان جزائري أصيل يستاهل كل خير. بالتوفيق جمال بالماضي. صعب المهمة باش يكون هو أحسن مدرب في العالم، لكن على الأقل يكون ضمن خمسة الأوائل في العالم. حنا واش نحوسوا، حنا نحاولوا على الأقل نعاونوه باش يولي على الأقل مرتبة الخامسة في العالم. مليحة. فالأخير خوتي ملاقاتنا مع مزيد من الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.